وفيض مدامعي غمر وسألتها لو أنها نطقت أم كيف ينطق منزل قفر أين البدور بدور سعدك يا مغنم وأين الأنجم الزمر أين الكفاة ومن أكفهم في النائبات المعسرين يسروا ذهبوا فما وأبيك بعدهم للناس تبيانهم ولا زبرهم أبكي اشتياقا كلما ذكروا يا بواخ الغرام يهيجهم يا واقفا بالدار مفتكرا يا إن لم فقد أودي الدار عن وطني وعلى اغترابي ينقضي عمره يا واقفا بالدار مفتكرا يا إن مهلا فقد أودي على مصابهم وعلى المصيبة يحمد الصبر وجعلت رزقك بالحسين ففي يا برزق لفاطمة لك انصب على اهل المجيد على اهل الشرف مات امو بدر تمم بلوغه وبدر مات
بعد ما تايم بس نسوان ونت خفية يا أبا بس نسوان ونته يا نخفي ما تملهم والله ما تملهم كرام النفس روحي ما تملهم ما تملهم وعلى الفرق نصفنا ما تملهم انا شفيد على الزمان ما تملهم بس ديارهم وحشة وقلية يا أبا بس ديارهم وحشة ولا بأس عفا قلبش كبر صبره ولا بأس ولا بأس وحق من يوندايم ولا بأس ولا بأس لازم كل حزن ميت ولا بأس ولا بأس بس حزن القضى وبالغاضرية يا أبا بس حزن القضاء وبالغاية يا ضرية الله الله الصيح بتحام الدخيل والدمع فوق الوجه جروان يا غيارة هذي بنت أمير المؤمنين يا صار حسين يا روس الحزين بيكم وبسيوفكم يقوى العزيم بنت علي بنت علي ترضون ما بين الزلين تواقفوا ليت صدع دوانا ترضون يا غيارة يا غيارة لن حبيبي يصيح واجهر صارمة لا على بختك يا بنت حامل حمى لا وحق الحسن وجماطمة يا اليوم نسبح بالدم بميدانها إلا تخافيني غد عنك الخوف والأنصار مجرد بيض السيوف اليوم خل عينك يا بنت حيدر تشوف نزل برواح العدم نبدانها صاحت محلكم يا اهل الشيم هذا محلكم والله محلكم متعافون بالذل حرمكم مهم ناس بيشرف منكم يوم تقول زينب كزر خاطر الحسين بعد مقتل أصحاب أسألك الدعاء عند هذه المصيبة يقول رأيته وقف بين المخيمين حاسر الرأس بدون عمامة وضع يديه على رأسه صاح حبيبي يا حبيبي والله تخيل المنظر الحسين أبو العزة أبو الكرامة يريد لنا صمان حبيبي حبيبي براز وعابس فلان لم يسمع جوابه يقول ثم جلس على الأرض
وضع يده على راسه صاح عباس عباس، لأن الحسين ما يقدر يوقف ويصيح عباس، ظهره ينحني رجليه ما تشيله، لأن العباس كسر ظهر الحسين بفراقه، ولدي علي قاسم عثمان محمد فلان فلان، تقول زينب ندبهم واحد واحد اسم اسم، كسر غادر الحزن طلعت لك اخويا اخويا المن تنادى وما نكبر، أين المنادي وحزينا خويا مالك معين وقومك على الغبر مطاعين يا أبا ويا زينب ونهى يا أبا أنا جايب المايا يا ارتضى مني بويا ابني ان بويا بويا نجيب مني نجيب المرتضى مني يا فزعة وفرد فزعة على حسين يا أبا فزعة وفريد فزعة يا على أريد أقرأ هذا البيت زينب الله تخاف من هذا اليوم والحسين يروح أنا وبني هاشم أريد أحشمها هلأ وياها أنت بعد البيت يجي على بالي ما أدري ليش إن شاء الله نقرأ وأسألكم الدعاء صاح يا حي يا حي وحق اللي عليهم وحيد يا حي يا عيون ما تمجد نزيد يا حي يا على الصاحة متت يا حسين يا حي لفتنا الخيال وخيامك خلية وائل لفتنا الخيال وخيامك أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب يا الله.